حبي بثلاث ما أحاط بمثلها ولي، فمن زيد هناك ومن عمرو؟ له تربة فيها الشفاء، وقبة يجاب بها الداعي إذا مسه الضر، وذرية درية منه تسعة، أئمة حق لا ثمان ولا عشر. الله سبحانه وتعالى يعوض ما صنع من أجله عز وجل، لو كان العمل صغيرا جدا. شخص يبتلى ابتلاء صغير جدا، ألم صغير، جرح صغير في إصبعه، لله عز وجل. الله عز وجل هذا العمل الصغير يعوضه، فكيف إذا كان العمل كبيرا؟ مؤمن يعمل عملا بالنسبة إليه كبيرا، الله عز وجل يعوضه، فكيف إذا كان أكبر شيء يمتلكه الإنسان المؤمن؟ الإنسان يضحي بكل ما عنده، مؤمن يضحي بكل ما عنده، طبعا الله عز وجل يعوضه. هذا بالنسبة للمؤمنين العاديين، فكيف بالنسبة إلى خيرة خلق الله، الأنبياء الأوصياء التي مصائبهم ابتلاءاتهم لله عز وجل وفي سبيل الله سبحانه وتعالى كانت كثيرة عظيمة، طبعا كل هذا له تعويض. هل توجد مصيبة في تاريخ العالم أعظم من مصيبة سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ كلا. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الإمام المجتبى عليه الصلاة والسلام يقول: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. الإمام سيد العابدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام يقول: لا يوم كيوم الحسين. جبرائيل عندما نقل بعض المقاطع لآدم قال له: تصغر عندها المصائب، عند مصيبة الإمام الحسين تصغر المصائب، المصائب جامع محلى بأل يفيد العموم، يعني كل المصائب، النافي له شمولية، لا يوم يعني لا يوم في السماوات، لا يوم في الأراضين، لا يوم في عالم الملائكة، لا يوم في عالم الجن، لا يوم في عالم البشر كيومك يا أبا عبد الله. مصيبة أعظم من مصيبة سيد الشهداء ما كانت ولا تكون في كل عالم الوجود. هل يوجد صبر مثل صبر الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ لا. عندما تتعجب ملائكة السماء من صبره، لا أتذكر مثل هذا النص بالنسبة إلى أي مصيبة. هل توجد نية في خلوصها في درجة الإخلاص أرفع أو بمستوى نية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء؟ كلا وألف كلا. هذه المصيبة الكبرى وهذا الصبر الأكبر وتلك النية العظمى، ما الذي عوضه الله سبحانه وتعالى؟ ما الذي عوضه الله سبحانه وتعالى بدل هذه؟ هذه الأحاديث الشريفة تذكر التعويض الإلهي.
ما ذكر في هذه الأبيات، هذه الأمور الثلاثة التي ذكرها ابن العرندس أخذها من الروايات الشريفة وغيرها أيضا. الله سبحانه وتعالى مما ورد في الروايات الأخرى أيضا من جملة التعويض لدم الإمام الحسين لتضحية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، أن الزائر في طريق ذهابه إلى زيارة المولى سيد الشهداء وفي طريق رجعته، هذه الفترة لا تحسب من أيام عمره، من التعويض الإلهي للإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام بتضحيته الشفاعة وغير هذه الأمور. هذه تعويضات جدا عجيبة، جدا جدا عجيبة. هذه التعويضات تثير سؤالا، تثير استغرابا. من المضحي؟ الإمام سيد الشهداء. التعويضات لمن؟ المفروض أن التعويضات تكون للإمام سيد الشهداء، التعويضات للناس، هذا ليس غريبا. من المستفيد الشفاء من تربة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام؟ الناس. في مقابل ماذا؟ في مقابل تضحية الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، ليس غريبا هذا؟ يعني أنت تعمل عملا في الله لله في سبيل الله عز وجل، بدل عملك عوضا عن عملك الله عز وجل يعطي شيئا لشخص آخر، هذا ليس عجيبا؟ له تربة فيها الشفاء، الشفاء لمن؟ للناس. عوضا عن ماذا؟ عن تضحية الإمام سيد الشهداء. المورد الآخر كذلك، استجابة الدعاء تحت قبته. في بعض النصوص الشريفة إجابة الدعاء عند قبره، هذه الكلمة لعلها تكون من جهة أشمل من تلك الكلمة، عند قبره يعني عند الازدحام، عندما الإنسان يذهب ويرى أمواج من البشر في زيارة الأربعين، في عرفة، في عاشوراء، في النصف من شعبان، في الأيام المزدحمة جدا، كثير من الناس لا يتمكن أن يدخل حتى إلى الصحن الشريف في الشارع، هذا عند قبره. إجابة الدعاء عند قبره حتى الذي يقف في الشارع، طبعا مع وجود الازدحام، هذا كله عند قبره الشريف. إجابة الدعاء عند قبره، استجابة الدعاء تحت قبته كما في عبارة ثانية، من المستفيد منها؟ الناس يذهبون يدعون يأخذون حوائجه. الشفاعة في يوم القيامة من المستفيد منها؟ الناس، أناس استحقوا نار جهنم بشفاعة الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام لا يدخلون نار جهنم، المستفيد الناس. الذهاب والإياب بالنسبة إلى الزائر، هذه الفترة لا تحسب من أيام عمر الزائر، الفائدة لمن؟ الإمام سيد الشهداء استفاد؟ لا، الناس استفادوا. الزائر هذا مثلا عمره المقدر له 70 سنة مثلا، خلال فترة عمره سنتان كان في الطريق، في ذهابه إلى كربلاء وفي بقائه في كربلاء للزيارة وفي رجوعه، هذه الفترة سنتان. هذه الفترة يعني عمره التقديري عند الناس يكون 72 سنة، ولكن هو عمره المحدد 70 سنة. هذه الفترة هذا الذي استفاد من هو؟ الزائر. ليس هذا عجيبا؟ أصغر تضحية، أصغر تضحية، لو الإنسان المؤمن ضحى بتضحية صغيرة جدا، ألم بسيط في الله، يتوقع أن الله سبحانه وتعالى بفضله طبعا يعطيه، يعوضه. فكيف إذا كان شيئا عظيما؟ فكيف إذا كانت المصيبة تلك المصيبة والصبر ذاك الصبر والنية تلك النية؟ التعويض
التعويض يكون للناس جدا غريب. ما هو تحليل هذا الموضوع؟ ما هو الجواب على هذا السؤال؟ لا شك أن الله سبحانه وتعالى عادل، تضحية شخص عوضها يكون لشخص آخر يحتاج إلى جواب لهذا الخالق العادل عز وجل. الجواب، الله عز وجل هو خالق الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه، وهو يعلم ما يريده الإمام سيد الشهداء صلوات الله عليه. هذه إرادة المولى سيد الشهداء، لا يمكن أن الله عز وجل يعوض الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام بشيء غير ما يريده الإمام. يعني الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام ضحى بتلك التضحية الاستثنائية، صبر ذاك الصبر الاستثنائي. لو كان الله سبحانه وتعالى يسأله، والله يعرف ما في ضمير سيد الشهداء، ما يريده الإمام سيد الشهداء، لو كان يسأله أبا عبد الله أنت ضحيت بتضحية لا نظير لها، صبرت صبرا لا نظير له، نيتك نية لا نظير لها، ما الذي تريد عوضا عن هذا الدم الطاهر، عوضا عن هذه التضحية؟ الإمام سيد الشهداء كان يطلب هذه المطالب. بالله عليكم أي كرم هذا؟ أي جود هذا؟ تلك المصائب التي تحملها الإمام سيد الشهداء التي لا تتحملها الجبال الرواسي على صلابتها، التي لا تتحملها ملائكة السماء المقربون، تحملها الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام. ما التعويض الذي تريده أبا عبد الله؟ قال لنفسي شيء، الشفاء تكون في تربتي للناس، إجابة الدعاء عند قبري تكون للناس، الشفاعة في يوم القيامة أخرج الناس من جهنم، لا أدعهم يدخلون إلى جهنم، في مقابل ماذا؟ في مقابل أن أختي زينب سلام الله عليها تذهب أسيرة. لا أتحدث عن السيدة زينب سلام الله عليها، أتحدث عن مصيبة الإمام الحسين في أسر زينب. في مقابل أن بنتي رقية تصفع، لا أتحدث عن رقية، عن مصيبة السيدة رقية سلام الله عليها، أتحدث عن ألم سيد الشهداء بهذه الصفعة. وما صنع في الشام بأهل البيت، هذه كلها مصائب سيد الشهداء. ناهيك عن مصائب عاشوراء، ما الذي حدث في يوم عاشوراء بالإمام الحسين عليه الصلاة والسلام عند أخيها بالفضل؟ ما الذي حدث بسيد الشهداء؟ قلت لا أتحدث عن من حول الإمام الحسين، أتحدث عن مصيبة الإمام سيد الشهداء باستشهاد العباس سلام الله عليه عند علي الأكبر. ما الذي حدث بالإمام سيد الشهداء؟ اقرأوا التاريخ. من شدة المصيبة كاد الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أن يموت. في مقابل هذه المصائب أبا عبد الله ما الذي تريد؟ أريد عوضا للناس. بالله عليكم عظمة مثل هذه العظمة سبقتموها؟ تعرفون كرما مثل هذا الكرم في تاريخ البشر، في تاريخ الأنبياء استثنوا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله، في تاريخ بقية الأنبياء تعرفون هكذا شيء؟ نبي من الأنبياء يضحي بتضحيات كبيرة، لا أقول مثل تضحية سيد الشهداء، لا توجد مثل تضحية سيد الشهداء، بتضحية كبيرة، يطلب عوضا للناس
أي كريم هذا المولى؟ أحدنا لا شيء عادي لا يطلب عوضا للآخرين. حتى نعرف معنى السلام عليك يا وتر الله الموتور في السماوات والأرض، يا فريد الله أبا عبد الله. الله عز وجل خلق حسينا واحدا فقط أنت. يوجد مثل هذا الشيء؟ تاريخ البشر عرف حسينا ثانيا؟